اليوم البرنامج في مدينة وهران وبالضبط في 4100 سكن ترقوي عمومي حياة الجنسي. عملية التطهير والتعقيم ستمس العمارات السكنية التابعة للمؤسسة بما فيها الساحات والحدائق ومواقف السيارات، المصاعد، السلالم. هذه مبادرة جيدة دارتها لو ان بي مع ليزابي دي دو كوتي، وهذه المبادره نستحسنوها باسكو راهي في صالح لي كوبروبريتور. واش هو اللي قلنا نقولوا دائما واقفين باسكو الكورونا هذا باش نتغلبوا عليه، اللي قلنا نكونوا متجندين كل يوم.